شفنا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت مساكنة ديال مجدبة؟ ساكنة المجدبة جامعة. كيف الموسم هذا العام؟ الموسم هذا العام مزيان بالنسبة للشتاء هو الموسم سنوي كل عام كيكون بحال ما هو شوية كرفسات والشتاء ولكن مزيان. بالنسبة لهاد شوية المطر كرفس الساكنة وهذا هو الأسباب كان شوية الغايس وداك الشيء والناس تكرفسات ولكن الأمور مزيانة ما كاينش شي حاجه اللي هي دازت خايبه. الجديد اللي كان فيه هذا العام؟ والجديد اللي كان فيه راه شرفنا السيد عميل صاحب الجلاله باقليم المحمديه، شرفنا واخا تكرفيس واخا الغيس وجا شرف الاقليم ديال جماعه موسى المجدوب، يعني الله يكثر خيره وكنشكروه على النظام وعلى داك الشيء ويعني ما تكبرش على المنطقه وجاب الغيس كاين وجا الشتا كتصب وهو جا ودخل برجليه في وسط الغيس مع الساكنه وشي حاجه كل شيء مزيان. نعم. شوف